السلام عليكم، ارحب بكم بفيديو الاول من سلسلة دروس المايكروتيك. وياكم اخوكم المهندس عمار. نبدي على بركة الله. اول شيء السيناريو اللي احب اوضحه لكم بهاي الحلقة الاولى، انه نفرض احنا جبنا جهاز بالباكيت مثل هذا، راوتر بورد 750 او 751، نفس الشيء يختلف بالوايرلس او ما بي وايرلس. المهم عندنا ديفايس فتحناه من الباكيت مثل هذا الديفايس بخمس بورتات، تشوفون 1 2 3 4 5. ربطت اني هذا الجهاز بمصدر كهرباء باور، وعندي كابل مثل هذا الكابل، راح اربطه باي بورت. خلينا نتفق هاي يسموه هاي الفتحات 1 2 3 4 5 الموجودة بهذا الراوتر وباي راوتر وباي سويتش يسموها اما بورت او ايثرنت انترفيس، انترفيس ايثرنت انترفيس او بورت، كلها تصب بهذا المعنى حتى نكون على بينه من البداية. عندي هذا الكابل ربطته باي بورت من البورتات، واجي اريد اسوي له اعدادات حسب اللي يوالمني. مثل ما شرحنا بالمحاضرة الاولى انه ممكن تسوي له اعدادات كبيرة، تشغلك سويتشنج، تشغلك راوتر، تشغلك فاير وول، وتعرف وملحقاتها، بيه هواية اعدادات ممكن ان تسويها كمايكروتيك. اوكي، هسه اتفقنا احنا من السيناريو اللي عندي، عندي راوتر وربطته بكهرباء، وراح اخذ كابل اربطه طرف منه بوحدة من البورتات، اي بورت لا على التعيين، اي بورت من هذه البورتات الخمسة، وراح اربط الطرف الثاني بالكمبيوتر ماتي. وهسه راح اجي اشرح لكم شلون حنفوت عليه ونسوي له كونفيجريشن. مثل ما تعرفون محاضرتنا اليوم بعنوان وين بوكس، يعني راح نشرح الوين بوكس. طبعا مو الوين بوكس ككل كوماند بي او كل امر بي، لكن كواجهة خارجية وشيء من هذا القبيل. عندنا اي جهاز نتورك موجود، سواء كان سيسكو، هواوي، يو بي ان تي، مايكروتيك، جينيبار، ثريكام، اي نوع من انواع الاجهزة النتورك والفندرات والشركات الموجودة، راح يتم عمل كونفيجريشن واعدادات لها باحد طرق موجودة. راح اذكر لكم اهم الطرق اللي يسوون بها كونفيجريشن. اول شغلة الويب كونفيج. ويب كونفيج شنو نقصد به؟ يعني انت تفتح متصفح، هسه تشوف هاي علامة الانترنت اكسبلورر، او تفتح جوجل كروم، او تفتح الفايرفوكس، موزيلا، اي سفاري، اي متصفح من المتصفحات راح تفتحه، تكتب به عنوان او ربما اي بي مثل 192.168.1. هذا تشوفون مثال عن الويب كونفيجريشن لجهاز سيسكو، شوفوا تفوت عليه من الويب، تكتب اي بي معين وراح يفتح لك كصفحة انترنت، وتسوي اعدادات من خلال اي بي محجوز له عندما تربطه. في حالة واجهنا هيك شيء راح ابلغكم شلون نسوي الكونفيج، بس هاي الطريقة الاولى، انه عن طريق المتصفح الطب تطلع لك صفحة وتكتب عنوان موجود، راح تلقاه موجود على الغلاف الجهاز، راح يقول لك الناس سوي كونفيجريشن، او عن طريق برنامج شلون هذا السيسكو ديفايس مانجر SDM. انت تقدر تنصب وتنزل برنامج من الشركة المصنعة، مثلا هنا تابع السيسكو، تنزل برنامج سيسكو ديفايس مانجر وتنصبه وتربط به وتسوي له كونكت. من تربط الجهاز راح تطلع لك الاعدادات اللي ممكن تسويها من خلال هذا البرنامج اللي راح تجهزك به الشركة. وعندنا الشغلة الثالثة، اما عن طريق الكوماند لاين انترفيس، مثل هاي حشوفها تطلع لك الشاشة، وانت تقعد تكتب كوماندات. شلون عندنا هسه هنا نكتب CMD، طلعت لنا هذه الشاشة، يعني مثل هذه الكوماند لاين. مثلا انت تكتب host name، مثلا هذا امر من الاوامر، راح يطلع لك اسم الكمبيوتر مالتي عمار، راح تكتب IP config، يعني تكتب اوامر وتطلع لك انت المعطيات وتسوي configuration عن طريق هذه الاوامر. هاي يسموه command line configuration، او عن طريقة البروغرام الانترفيسات، او عن طريق الويب كونفيج. هاي كمقدمة بسيطة. عندنا احنا الطريقة اللي الاساسية لعمل configuration للمايكروتيك، برنامج يسمى الوينبوكس. هذه المختصر المفيد اللي ردت اوصله لكم
بداية هذه الحلقة. راح نتوجه أول شيء إلى نطب على موقع مايكروتيك. منطبين على موقع مايكروتيك نريد ننزل برنامج الونبوكس. مثل ما قلت لكم إذا تم الكونفيجريشن لأي جهاز عن طريق برنامج راح يزودك بالشركة المنتجة لهذا الفيندر أو لهذا الديفايس. راح تطب على داونلود، تابع وياي، تطب على داونلود. راح تنزل، راح تشاهد أول useful tools and utilities. تنزل الونبوكس، تضغط على الونبوكس، راح يطلع لك دوس ستارت، دوس اوبن، راح تفتح لك هذه الواجهة وهي واجهة الونبوكس. هذه اول شيء ردت اقول لكم اياها. هسه راح نبدي نشرح الونبوكس. نرجع الى السلايد اللي عندنا. عندنا احنا هسه مثل ما اتفقنا على السيناريو مالتنا، راح اشغل هذا الجهاز وراح اربط واحد من البورتات بالكيبل من طرف، والطرف الاخر راح يرتبط الي. وهسه راح نبدي على الويندوز او على الونبوكس عفوا نشاهد هذا الونبوكس. بعد ما ربطنا هذه، هاي واجهة الونبوكس مثل ما تعرفون، هاي الإغلاق برنامج، هاي العملية مينيمايز، هنا التكبير غير فعالة، تقدر تتحكم بالحجم منها. عندك أهم شغلة راح تبدي بيها، هاي يسموها الديسكفري بوتون، دقمة البحث. فهسه هاي الشباب عندنا الديسكفري بوتون، يعني من تدوس عليها راح تطلع لك الأجهزة المتصلة بيك. إذا تلاحظ هذا طلع لك الأجهزة المتصلة بيك. شوف ايش دا يقول لك، دا يقول لك connect to، يعني الجهاز اللي دا تريد تكنك بيه يوفر لك المايكروتيك شغلتين. لو تكنك بيه عن طريق الماك ادريس، وهذا لازم تكون انت direct connected وياه، يعني شنو لازم تكون انت مربوط مباشرة الى هذا الجهاز، لو عن طريق الاي بي ادريس انه دا تشاهده انت فدا تقدر تكنك عليه. واكو فرق طبعا بين الماك والاي بي ادريس. الاي بي ادريس يعني هو ممكن انت تشوفه عن طريق راوتينج، عن طريق ديفولت راوت، راح نشرحها. يعني تكنيك عن طريق الاي بي طبعا تقدر تكنك ريموتلي، يعني بدون انت مرابط الواير مباشرة الى حاسبتك، بس انت داخل على الانترنت والراوتر هذا مربوط على الانترنت بنفس النتورك مالتك، او عن طريق راوتينج واصل اليك هذا الراوتر الاي بي مالته، راح تقدر تدخل له ريموتلي. عندك هنا يطلع لك الفيرجن مال راوتر مالتك، الفيرجن مالتي 5.22، والراوتر مالتي 951 نوعيته، هذا النوع مالته. الاي ايدنتيتي مالته هاي الديفولت، لانه جهاز هسه هو جديد مايكروتيك تيجي، ويجي هذا الاي بي ادريس باي ديفولت 192.168.88.1، والماك ادريس مال انترفيس. مثل ما قلت لكم الماك ادريس اذا اردنا نكنك عليه، اذا كنا دايركت كونكتد مثل ما هسه اني رابط الراوتر مباشرة عن طريق كيبل للكمبيوتر مالتي، الاي بي ادريس ممكن اكنك عليه عن طريق الدايركت، وممكن تغير هذا الاي بي وعن طريق اعدادات تدخل ريموتلي دون ما تكنك مباشرة. هسه لاحظ احنا اختارين هذا الماك، دسنا على الماك، انكتب هذا الماك مباشرة باي ديفولت. اكو الاعدادات لوجينج، يعني انت مثل ما يقولك اليوزر نيم مالتك شنو، باي ديفولت يجي الاعدادات الرئيسية ادمن بفراغ. ما دام الراوتر جديد وبعد ما حاطي له ادمن فراغ، ممكن احنا نضيف سكيورتي، نغير اللوجين، نغير الباسورد. هسه حرويكم شلون. ندوس كونكت، ندخل على الراوتر. من دخلنا على الراوتر راح تطلع لنا هاي الصفحة، تقول لك الديفولت كونفيجريشن موجودة. راح تشوف انت شنو الديفولت كونفيجريشن الموجودة. تقول لك مفعل النات، الجي اتش سي بي كلاينت مفعل، عندك الجيت واي، يعني عندك الاي بي، اللان اي بي موجود 192.168.1،
هواي شغلات اكو باي ديفولت تجي مفعله، فيطلع لك هذا التنويه بالبدايه، يقول لك تريد تحذفها او ما تريد تحذفها. طبعا احنا نحذفها بالبدايه، ليش نحذفها؟ على مود نبدي احنا نسوي الاعدادات بدون ماكو شيء مسبق ممكن يخربط اعداداتنا بهذه الراوتر. قبل ما احذف هاي الاعدادات راح اطب مره لخ على الون بوكس حتى ارويكم انه ممكن هسه احنا تشوفون مكتوب الماك ادريس اللي هذا D4CA6D2F65FD. ممكن اضغط على الاي بي واكتب ادمن فراغ اللي هي الديفولت الاعدادات الديفولت، وراح ادوس كونكت حتى ادخل. هذا دخل ايضا، لكن دخل هالمره دا تلاحظ عن طريق الاي بي ادريس. للي يحب يتعمق ويعرف شنو الفرق بين الاي بي والماك ادريس وشنو فائدتهم وشنو الراوتينج وهاي الشغلات اللي حكيتها، يعني حكيت لك الشيء العملي اللي يفيدك. هذا الماك ادريس اذا كنت مباشره يمكنك به دايركت كونكتد يسموه، او خطوه واحده بعد خطوه عنك الراوتر دي يطلع لك الماك ادريس. اذا كنت تريد تدخل ريموتلي عن طريق الانترنت لابد ان يكون اكو وصول ريتشابل للاي بي ادريس، وشرحت اساسيات هذه القواعد للنيتورك بصوره عامه في كورس النيتورك بلاس، ولا زال طور الشرح، لكن شرحت مقدار لا باس منه من هذا الكورس، وشرح تفصيلي لمن اراد ان تكون له قاعده اساسيه قويه بالنيتورك، شرح تفصيلي معزز بالصور. كل هذه بتفصيل التفصيلات وبجميع المصطلحات يتم شرحها، ان شاء الله تستفادوا منها. اللي حاب يتطور، اللي حاب يطبق عمل ويانا مهامه كلش انه يكون فهم، ممكن يستفاد على قد هذا الحكي دا اشرحه، بس لا ما راح اقدر طبعا لانه احنا هنا كورس او دروس مايكروتك، ما نقدر نطب نيتورك زايد بحيث ان يكون الفكره الاساسيه من المايكروتك. المهم دخلنا له، هاي راح اشوف الاعدادات، وهاي الواجهه السمبل للمايكروتك اللي راح نشرحها، وراح نشرح اعداداتها بالدروس القادمه. نفوت من جديد، تلاحظون هذه الواجهة نكمل عليها. هسه احنا مثلا عندنا بعض الاوامر، شوف عندك عندنا هاي التشيك بوكس يسموها keep password secure mode. شنو معناها هذه السكيور مود؟ في حالة احنا بدنا ندخل هسه على المون بوكس، اذا اكو واحد دا يتجسس علينا يسوي سنيفينج، يعني يسحب الباكت مالتنا، هو مكنك ويانا على نفس النيتورك وقاعد يسحب ويحلل بيانات. واحد عندك محترف هاكر او فتشي، شوف انت ايش دا تنقل مثلا، انت من سويت مو سكيور مود، مثل اللي راح تدخل تنتقل المعلومات بدون بروتوكولات سكيورتي. هنا اذا تحط تعلم على تشيك بوكس راح يستخدم لك الترانسفير بروتوكول سيكيورتي. او الترانسبورت لاير سيكيورتي، عفوا. يعني هنا الترانسبورت لاير هي اللاير الرابعة، وشرحناها بكورس نتورك بلاس ايضا. اذا شيل هذا الصح ما راح يسوي بالمود سكيورتي، يعني ممكن اي واحد يتجسس عليك راح ياخذ المعلومات بكلير تكست. مثلا انا كاتب هنا باسورد ادمن 1 2 3 4 5 6، من راح يسوي الشخص عليها كابتشرنج ويلتقط هذه المعلومات بدون سكيور مود ما راح يشوف لها اي تشفير، ما راح يشوف لها اي حمايه، ما راح تندس ببروتوكول اسمه الترانسبورت لاير سكيور. فاحنا نعلم عليه افضل، اللي راح يرسل المعلومات ويصير الكونكشن بين هاي الحاسبه اللي انا هسه قاعد اشرح منها وبين الجهاز مالتي راح يكون سكيور. اي واحد يريد كابتشر من النيتورك مالتي راح يكون شوية صعوبة أكثر. keep password راح يبقى هذا الباسورد، مثلا هسه أني الباسورد مالتي كتبت admin مثلا باسورد معين، من حدوث keep password من راح أغلق الون بوكس وأفتحه من جديد، انظر هذا الباسورد بقى نفسه اللي أني كتبته ما دام دسيت keep password. إذا أقول له شيل الباسورد
إذا كان الحاسبة عدة أشخاص يستخدموها بشركة معينة، مثلا تكون حاسبة ديسكتوب، ممكن أشيل هذا الصح إذا أردت أن تدخل الراوتر بس أنت مخول دخول عليه، حتى لا يجي الواحد يشوفه مخزن ممكن أن يدخل ويلعب وبعدين الحساب يقع على رأسك لأنه أنت اللي مخول فقط بالدخول إلى هاي الحاسبة. هي حالة نادرة لكن يعني يحطوها بالهوبشن في حالة وجود هيج حالة. عندك load previous session يعني تسد تشوف هاي السيشن مالتنا شنو، هاي السيشن عندنا اي بي راح ندخل له، عندنا يوزر وعندنا باسورد. يقول لك من اني احط صح، اذا حط صح يعني في حالة هسه سديته وشغلت الوينبوكس من جديد راح يشوف المعلومات نفسها اللي هي الاي بي واللوجين والكيب باسورد، اذا كنا كاتبيه راح يكون موجود، ما موجود ما حيكون مكتوب، يعني راح يطلع لك نفس اخر سيشن انت كنت فاتحها. عندنا بعد معلومات، مثلا هسه عندنا هذا الراوتر مالتنا، احنا من ده ندخل عليه اوكي ده يدخل، وده ندخل على الونبوكس بصورة سهلة. فاني بدل ما كل ساعة نفرض عندي 30-40 راوتر اشتغل بمجهز خدماني، مثلا عندي اي بي 5.6 وعندي مثلا 10.10.10.50، عندي كوما اي بيات وعندي اجهزة يعني مايكروتيك فوق 50-60 جهاز ممكن اكسس عليها واسوي لها كونفجريشن وادخل لها وتشيك عليها. هما انا كل ساعة راح اكتب هذه الاي بي واكتب هذا الباسورد مالته واليوزر مالته، لا راح اكتب مثلا هسه انا جيت فتحت الديسكفري كتبت مثلا هذا الماك او عن طريق الباسورد اليوزر باسورد مالته، هاي السيشن كامله اسيبها ادوس سيف راح تنخزن هنا مثل ما تشوفون. وممكن هنا اكتب ملاحظه، مثلا اكتب مثلا اكتب مايكرو، مثلا اكتب اي كيو تك راوتر، اي ملاحظة اريد اكتبها هنا تتخزن راح تطلع عندي. مثلا اني عم ادخل على هذا الراوتر اللي يوزر مالته ادمن اللي هو اللي العلامة الدالة الى راوتر اكيوتيك، مثل ما تقول تسمية حتى تذكرك انت وين تشتغل، مثلا انت تشتغل موقع البصرة، موقع بغداد، موقع الموصل، اي مكان انت تشتغل انت تقدر تكتب هنا بالنوت هذه السيشن. عندك بعد اذا تريد مثلا راوتر بدلت الاي بي مالته وبدلت المعلومات مالته تقدر تسوي له ريموف، راح تحذف هذه الشيء اللي كنت ضايفها او السيشن اللي كنت ضايفها، سيف مثل ما قلنا اضيف وريموف، بعد ما تعلم عليها تقدر تحذفها. عندك بعد اكو عدة شغلات تقدر تسويها من خلال التولز، remove all addresses يعني اي كل هاي الادرسات اللي انت مخزنها تمسحها تقدر بضغطة واحدة من خلال هاي التولز. يعني في حالة هسه تقول ما افتهمت شنو هاي، مثلا عندنا احنا بعد غير شيء، مثلا عندنا غير ماك 5 نفس السيشن، تكتب مثلا راوتر بي رقم بي او بغداد، راوتر بغداد وهم نسيفها. شوف هسه صارت عندك اثنين انت مسيفين حتى بسهولة تدخل عليهم. من تجي انت بالتولز تدوس ريموف اول راح تنحذف كلهم بضغطة واحدة. عندك بعد شنو بالتولز موجود؟ الكلير كاش، الكلير كاش اذا انت كنت حاضر بمكان تريد تشيك بس مالتك الراوتر من حاسبة اخرى وكل شيء، شلت الكيب باسورد، شلت اللود سيشن وبقيت السكيور مود وفتت وكل شيء مسح، لكن يبقى شيء اسمه كلير كاش حتى اكثر من السكيورتي، الكاش اللي هو بالحاسبة تكون تمسحه ولا يبقى اي اثر للمعلومات مالتك من بهذا الراوتر. عندنا بعد شنو الاوامر، ها الاكسبورت ادريس والامبورت ادريس، مثل ما قلت لك انت في حالة خزنت عدة سيشنات عندك اكثر من راوتر
مثل ما تشوف هنا هسه خزننا اثنين. اذا تريد انت هذه تحفظها بمكان حتى لا تضيع، في حالة فرمتة الحاسبة انضربت مثلا انت تريد تخزنها مثلا بدروب بوكس، تخزنها بموقع، تخزنها بفلاش ميموري، تسوي لها اكسبورت، وراح تختار مثلا تريد تحطها على الديسكتوب تسميها مثل وين بوكس عمار مثلا، يعني معلومات الراوترات مالتي، وراح اسيبها هنا. وفي حالة حذفناها وتفرمتت الحاسبة مثل ما قلنا نحذف بريموف اول ادريس، ونجي فرمتت الحاسبة وراحت كل هذه المعلومات، اجي بكل سهولة من خلال امبورت ادريس جبتها من الفلاش ميموري مالتي او من الدروب بوكس انا مخزنها، راح اجي وين بوكس عمار ادوس عليها وراح ترجع كل معلوماتي بدقيقة واحدة بدون اي تعب. ومثل ما عرفنا انه الدخول الى يتم كمختصر مفيد. راح اشوف انت الايدنتيتي، وراح اشوف الفيرجن، وراح اشوف النوعية مالته والماك عندك والاي بي ادريس. في بعض الاحيان تقدر تدخل من الماك مثل حالتنا هذه، وفي بعض الاحيان يتحتم عليك الدخول عن طريق الاي بي اذا كنت تدخل ريموتلي واكو شان ريتشابل الى اي وصوليه لهذا الراوتر. راح اتوقف لهذا اليوم بهذه الشرح هذه الواجهه للون بوكس. اتمنى كان الشرح حلو وممتع ومو صعب. هذه معلومات بالواجهه، يعني هواي ناس تشتغل بالمايكرو تيك يعني ما تعرف هاي الشغلات التنظيميه بالواجهه، مفيده جدا مثل ما الاكسبورت ادريس لحفظها. هواي اعرف ناس ضاعت معلوماتها بسبب مو انه ما يعرف، تشوفه محترف في مجال البوكس لكن ما منتبه على التولز اللي موجوده هنا، انه ممكن يخزن العناوين مالته. يعني اكو ناس توصل العناوين اللي مخزنتها الى 100 عنوان مثلا، يشتغل باي اس بي مجهز انترنت، ويعني من تنحذف صعبه كل ساعه يقعد يكتبها ويخزنها من جديد، يعني يعانون من هاي الشغله. يقدر من شاف خساره هواي يخزنها على موقع دروب بوكس. وعندك بعد شنو الفرق بهذه المعلومات، واللوجين اساسي يحتاج يوزر وباسورد وسيفينج والكونكت، هاي المعلومات اللي شرحناها. شكرا لكم على حسن المتابعة، وان شاء الله الدروس القادمة راح تكون اكثر تعمقا ونبدي نصعد بالمستوى، لكن احنا وعدناكم نبدي من الصفر. للشخص اللي ما عنده اي اوليات على المايكرو تيك راح يقدر يبدي ويانا من الصفر ويصعد فيما بعد. اخر شيء احب اشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.